قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إن الوزارة سهلت إجراءات عبور ودخول 458 مواطنا أردنيا إلى المعابر الحدودية بين أوكرانيا ودول مجاورة لها، مضيفا أن الوزارة عززت من وجود كوادرها على المعابر الأوكرانية لاستقبال المواطنين الأردنيين وتسهيل دخولهم. في ضوء الضغط على المعابر الحدودية، عززت الوزارة من كوادرها الموجودين على المعابر، وتم إيفاد موظفين من سفارتنا في قبرص وسفارتنا في أثينا، تم إيفاد دبلوماسيين إلى معبرين جديدين في من خلال يعني للمعابر التي موجودة مع بولندا. تحركوا الآن، سيصلوا أعتقد مع صباح غد تكون هذه المعابر عاملة لاستقبال لاستقبال الأردنيين وأيضا التسهيل عليهم للدخول. ينضم إلينا من كييف رئيس خلية الأزمة العربية في كييف وعضو خلية الأزمة الأردنية الدكتور عماد أبو الرب. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا في السادسة. دكتور، كيف هي أحوال الأردنيين حسب معلوماتك المتواجدين لغاية اللحظة داخل أوكرانيا؟ بداية تحياتي لكم للسادة المستمعين. حقيقة تتجسد الوحدة والتآلف الحقيقي الآن خاصة في وقت المحنة. المحنة حقيقية، محنة غير مسبوقة. كثير من الفاسة يعني مرتبكين، فما بالنا بالطلبة أو المقيمين. لكن نحن كخلية أزمة منذ شهر بالتعاون مع وزارة الخارجية في المملكة وجهود السفارة حقيقة كانت رائعة. نحن كنا سباقين كأردنيين من خلال التعليمات التي وصلتنا من وزارة الخارجية للإعاز للطلبة بالتسجيل في منصة. كان التجاوب ضعيف، بعد ذلك كلما بدأت تزداد سخونة بدأ الجميع يشعر بالمسؤولية. الجميل أيضا أنه كثير من الأردنيين استطاعوا أن يؤوا بعضهم البعض ويتجمعوا بعضهم، يجمع الناس يتكفل في الطعام أو الإيواء أو التوصيل. لكن المأساة الحقيقية الآن أن بعض المدن محاصرة لا يمكن الخروج منها، مثل مدينة سومي مثلا. لكن نحن على تواصل معهم أول بأول، نحن نؤمنهم ونؤكد لهم أهم شيء أن يكونوا في مكان آمن، بيوتهم أو الملاجئ، عدم الخروج وقت القصف أو غير ذلك. نحن نسعى من خلال حقيقة التواصل مع الحكومة أن يكون هناك تعزيز الحكومة الأوكرانية، تعزيز للتسهيلات. الحكومة الأوكرانية لم تميز بين العربي أو الأجنبي أو المواطن، كلهم يحظوا بنفس الاهتمام والحرص. حاليا سيناريو المخاطير الذي يمكن أن يكون لا قدر الله هدم القيم، قيم السلم والوئام التي نرسخها في مجتمعاتنا وننشدها دوليا، ولكن الآن هي مهددة كما أن الأرض في أوكرانيا مهددة. الآن نحن أمام سيناريو خطير جدا، في العاصمة كييف محاصرة، أوكرانيا مدينة فيها 5 محطات نووية كهربائية، لا قدر الله لو سقط أي صاروخ لن يؤذي فقط أوكرانيا، سيمتد الضرر إلى أوروبا وسيمتد إلى روسيا. سيكون هناك تهديد كما ذكرت للأرض والحجر والبشر، وقبل كل شيء القيم. نعم دكتور، يعني بالحديث عن القيم، هل كان هناك شكوى من الشباب الأردنيين الذين حاولوا الخروج من أوكرانيا من أي نوع من التمييز على الحدود؟ بالنسبة لهذا الأمر حقيقة الأردنيين يعني الذين التزموا بالتعليمات واستفادوا من المنصة واستفادوا أيضا من خلية الأزمة، كنا نوجههم قبل أن يذهبوا حتى ماذا يأخذ معه من ملابس أو أغراض والماء وغير ذلك، ماذا يأخذ معه من أوراق. الحكومة الأوكرانية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي سهلت كل شيء، حتى لو كان جواز السفر منتهي، صورة جواز إنسان مخالف، إنسان دخل بغير طريقة شرعية، كلهم حظوا باحترام واهتمام دون أي تمييز ووصلوا. وكانت المعاناة الأكبر عندما يقف في شارع يعني الشارع العراء دون أن يكون عنده أي شيء من مقومات الحياة أو الخدمات، ويبقى يوم وأكثر دون طعام دون شيء إلى أن يصل إلى الحدود ويدخل. الآن الصليب الأحمر بعد عناء دخل أمس فقط وبدأ يقدم بعض الوجبات والخدمات. نحن حقيقة ناشدنا جلالة الملك بما يحظى من احترام دولي وبما يحظى باحترام أوكراني وروسي أن يكون له مناشدة لتخفيف الصدام الحالي، يعني وقف العدوان أو وقف تجميده، وأيضا فتح ممرات إنسانية. أنا أناشد أيضا جلالة الملك أن يكون أيضا من ضمن اهتماماته في مواطنين الأردن أن يكون هناك نداء خاص يخص الأردنيين، بحيث أنهم في بعض المدن المحاصرين كما ذكرت مدينة سومي،
استطعنا اليوم ان نقوم بجهد رائع جدا بتعاون كل الجاليات. دكتور الاخوان الاردنيين في هذه المدينه كم عددهم؟ حوالي 100 شخص. 100 شخص ولا يستطيعون ابدا الخروج منها؟ نعم دكتور. نعم سيدي العفو. نعم الا يستطيعون ابدا الخروج من هذه المدينه؟ اوكرانيا كمدينه لديها مقومات كبيره في السكك الحديديه، ولذلك كنا ننصح بالتوجيه، لا تخرج بسيارتك ولا حافله ولا شيء، قد ياتي قصف. اما القطار هو حكومي ومجاني وسريع، ولا يوجد حواجز امنيه وليس معرض للقصف. وبدانا نوجه الجميع، احيانا تفاجانا ان الانسان يصل من بيته 10 كيلومتر الى محطه القطار لا يوجد بنزين في سيارته، هو معه سياره ومعه نقود ولا يستطيع ان يتحرك. هنا بدات ماساه اخرى، ونحن منقطعين لان اوكرانيا قطعت اجزاؤها، قطعت اوصالها بين المدن والمحافظات، فاصبحنا عاجزين عن الوصول المادي، لكن حقيقه كان الوصول المعنوي له اثر نفسي بتهدئه الشباب، والشباب تجاوبوا، لكن بعض طلابنا للاسف يعني لا اعرف، ليس مساله تحمل المسؤوليه، لا زال يحتاج فيه الى جرعات من التربيه او التوجيه. تخيلوا مثال، يعني انسان انت تقول له في قصف ويقول لك ما تودوا لي سياره. الان ممنوع الدخول من مدينه الى مدينه بمسافه 20 كيلومتر، ونحن بعيدين عنه 700 كيلومتر. بقول لك ما تودي لي سياره، بقول له يا ابني انا يعني نحن رؤساء الجاليات العربيه والقيادات الجاليات موجودين معك، نصبر معك، ما بنحكي لك من عمان، نحن جالسين واصبر ودير بالك واعمل، احنا معك يعني حالنا واحد، ف يعني استشعر انت معنا المسؤوليه وشارك انت معنا. الحمد لله كل من تجاوب حقيقه سافر. الشباب اللي جاوبوا معنا وقلنا لهم في المدن غير المحاصره اطلع في القطار وطلع، استطاع الحمد لله ان يصل ويسافر الان. طب دكتور تقريبا كم عدد الاردنيين الذين يرغبون بالعوده الى الاردن؟ الطلاب كلهم يرغبوا بالعوده، والبعض كان يعول على الجامعه، يخشى ان ينفصل، يخشى ان تتعب عليه تاشيرته، هذا اكبر مشكله كانت. المساله الثانيه ايضا بعض العدد الكلي ربما يصل الى مثلا 1300 طالب اردني، الان على الحدود واقفين لا يقل عن 400 الى 500 اردني واقفين الان ينتظروا دورهم، ربما عبر حتى الان 500 او 600 لا ادري الاحصائيات. نحن من الصباح لم نلتفت الا شرب الماء والاتصال في كل الاجلاء الفردي من خلال القطارات والاجلاء قوافل السيارات، قوافل السيارات انطلقنا من كل المدن والمحافظات وعملنا احتياطيات، يسير كل شخص سياره مع سياره 10 كيلومتر، الاول بيعطي اشاره انه انا الطريق فاتح عندي، الثاني بيمشي براحته بين اول نقطه واخر نقطه 200 كيلومتر، استطعنا بهذه الطريقه ان ننطلق بسرعه دون تلكؤ او تباطؤ او تخوف، يعني نزعنا اهم شيء وهذا كان هدفنا الرئيسي، نزع حاجز الخوف، لان الانسان عندما يسير ويخشى ان يكون في الامام قصف او حواجز او مرتزقه سيمشي اولا برعب ويمشي ايضا ببطء. نحن يعني وجهنا ان تكون هناك سياره في المقدمه وتواصل عبر مجموعات وتواصل فردي، وللان نجحنا بفضل الله، اليوم كان انجاز رائع جدا بتعاون كل نشام الاردن، وانا اشكر حقيقه كل من قدم ذلك. لكن اريد ان اشير الى شيء مهم، انا عضو مجلس الحكومي، عضو مجلس القوميات مكتب رئاسه الوزراء، اول السفاره تجاوبت معنا كحكومه وانا مسؤول عن القوميه العربيه سفاره المملكه الاردنيه الهاشميه، واول كتاب وصلنا من وزاره الخارجيه الاردنيه، انا اتكلم رسميا وبصفتي الرسميه ليس فقط كمواطن اردني او عضو خليه ازمات الاردن، وتم التعميم وبدانا نخاطب السفارات الاخرى، اين كتبكم؟ اين توصياتكم؟ ماذا تريدوا؟ فانا اقول حقيقه الوزاره هذه الازمه تحديدا تميزت خلية الأزمات المملكة الأردنية الهاشمية بشيء حقيقي، نأمل أن تستمر وأن تزيد هذه الجهود وأن نجد لها بوادر مستقبلا تحقق أمن المواطن وتحقق أيضا راحة الأباء والأهالي والحكومة داخل المملكة. نعم. طب دكتور اسمح لي بسؤال أخير، بعد أن يخرج أي مواطن عبر أي معبر حدودي هل يتم التواصل معهم؟ كيف ترتب الأمور لهم للبقاء لمدة 3-4 أيام ثم العودة إلى الأردن؟ سيدي نحن نتواصل معهم، بداية أوعز سعادة السفير قبل أسبوعين وطمأننا، وكانت الأردن أول دولة نعلن رسميا لجاليتها أن أي مواطن يصل الحدود هناك استقبال له، اعطينا الاسماء اعضاء البعثه الدبلوماسيه من السفارات المتواجده في معابر الحدود، اسم الممثل السفاره وتليفونه وفي واتساب،
ثلاثة أنه الاستقبال من باب الحدود، ثم حافلات خاصة للأردنيين، ثم فنادق خاصة مع وجبات إلى أن يتم إرساله إلى المملكة. نحن نتواصل مع الشخص وهو محاصر في بيته إلى أن يكون في بولندا أو رومانيا أو هنغاريا أو بلغاريا إلى أن يكون في عمان، ونطمئن ونضع إشارة الحمد لله أننا يعني أتممنا الأول ونتابع حاليا حتى من سيبقى، لأن بعض العائلات لها ظروف خاصة إنسانية أو أمور أخرى سيبقوا. أيضا وضعنا قائمة خاصة بحيث نتابع من سيبقى لظروفه الخاصة، أما من ينتظر الإجلاء هؤلاء أيضا وضعنا لهم خطة خاصة بحيث نتابع أول بأول وننظر إلى الأولويات كذلك. نحن ليس لدينا قدرة أن نعتبر الأولوية بمعنى أن نسير سيارة أو نسير شيء لهذا لأن له أولوية، أبدا. الأولوية عندنا بمعنى التوجيه للجميع، ولكن إذا قطار مفتوح في مدينة ومدينة أخرى لا يوجد قطار أو لا يوجد سيارة لا نستطيع أن نصل 20 كيلومتر، إذا الشخص إما أن يتوجه إلى القطار في مدينته وإما أن يجد سيارة يعني من رب العالمين جاره أو إنسان من المنطقة يمر فيساعده. وحقيقة للأمانة أريد أن أشكر الشعب الأوكراني، الشعب الأوكراني يا سيدي هو شعب الوئام والتسامح، وأنا من هنا 20 سنة أنهيت دراسة الدكتوراه وحضر رسالة الأستاذية ورسالتي عن التسامح ودور التسامح والشراكة الاجتماعية في البعد الأوكراني الديني الأوكراني العربي. نعم. لكن أقول أمس عملت زيارة ميدانية إلى محطة القطار في كييف وصورت حقيقة في صفحتي وعرضت الصورة النموذج الرائع للوئام والسلام. الشعب الأوكراني لا ينظر للعرب أو الأجانب أو الأفارقة الموجودين في محطة القطار، والكل ينتظر لا قدر الله أي قصف في أي لحظة، وربما يكون قصف نووي أو أسلحة كيماوية. لم ينظر بهذا الرعب الشعب الأوكراني ليقول للأجانب لما أنتم هنا أو يدفع ليدخل قبله إلى القطار. كل من حضر قبل العائلة تقدم بغض النظر من الموجود، عربي أوكراني هندي وهنود طلاب كثيرون أفارقة، الكل يأخذ حقه ودوره والكل ينظر بوئام وانسجام. هذا خفف علينا نوعا ما، وهذا خفف على طلابنا والمقيمين والزائرين من العرب في أوكرانيا أن هذه الأزمة أخذت وإن كان لها بعد الهادف لكن كانت تسري وتعمل جو لطيف وتعزز الفرحة. من كييف رئيس خلية الأزمة العربية في كييف عضو خلية الأزمة الأردنية دكتور عماد أبو الرب، شكرا جزيلا لك. من باريس ينضم إلينا المستشار القانوني في قضايا الهجرة واللجوء الأستاذ باسم سالم، أهلا وسهلا بك معنا في السادسة. هذه العنصرية التي وصفتها بعض المنظمات الحقوقية من ضمنها منظمات عربية وفي الشرق الأوسط، وصفت طريقة تعامل الإعلام وطريقة تعامل الحكومات الأوروبية التي على الحدود مع أوكرانيا وبعض الحكومات بأنها عنصرية تجاه اللاجئين. برأيك هل فعلا تتعامل هذه الحكومات بهذه الطريقة؟ سيدي هي أكيد كان هناك تصريحات عنصرية بس ليست من حكومات أوروبية وإنما من صحفيين أوروبيين. يعني شفنا صحيفة التليجراف اللي قالت أنه هذول الأوكرانيين هم يشاهدون نتفليكس وهم لديهم الانستغرام وليسوا باقي الدول الفقيرة اللي أجوا منها. شفنا مراسل قناة سي بي اس كمان يلي قال أنه هدول الأوروبيون عيونهم زرق شعرهم أشقر فبالتالي لازم تقبلون هدول مالهم لاجئين. يعني لسخافة الموقف للأسف أنا بدي أقول أنه حتى عم برفضوا يسمون أنهم لاجئين أو يتم تصنيفهم كلاجئين كباقي اللاجئين في دول العالم، يعني حتى هذا يعتبر عنصرية ضد الأوكراني نفسه لأنه بالنهاية هو لاجئ سيعبر الحدود وسيصل إلى الاتحاد الأوروبي. لكن حكومات أوروبية تلافت هذا الشيء بسرعة وقالت أنه عنده الحق البقاء لمدة 3 سنوات على الأراضي الأوروبية من دون تقديم طلبات اللجوء كباقي المهاجرين أو كباقي اللاجئين الموجودين. لكن جنوب أفريقيا وأنا كنت هذا ما أريد أذهب إليه في السؤال فصل الصحافة عن الحكومات، جنوب أفريقيا تحدثت بأنه تم إساءة معاملة طلابها عندما أرادوا الخروج من أوكرانيا على الحدود. أكيد، وحتى وزير الخارجية الأوكراني اعترف بهذا الشيء ووجه تعليماته لحرس الحدود بفتح البوابات لجميع الناس ليس فقط للأوكرانيين. يعني احنا بنعرف بطبيعته المواطن الأوكراني هو عنصر ضد اللاجئين، يعني هذا الشيء ما هي لأول مرة بتتم تسجل مخالفات بأوكرانيا وهي لا تقبل اللاجئين على أراضيها ولا تعطيهم الامتيازات كباقي الدول الثانية، وهذا اللي كان حتى عم بوقف انضمامها لدول الاتحاد الأوروبي أو حتى للناتو أو لغيرها من المنظمات. يعني لازم يخضعوا باقي الدول لا المعايير او الميثاق الهجره الموجود في دول الاتحاد الاوروبي. فبالتالي
معلومه هذا اللي موجود على حرس الحدود انه الاولويه للاوكراني وليس للغريب، فما بالك اذا شاف بشرته سوداء او حتى انه ملامحه عربيه او شرق اوسطيه، هو اخر همه. المحنه فينا العتب كان على الحكومات الافريقيه او الحكومات العربيه، كان لازم تبعث بعثاتها الدبلوماسيه لاستقبال الواصلين من اراضيها، وشفنا في حكومات عملت هذا الشيء مثل المغرب، مثل الجزائر، مثل دول ثانيه مثل مصر، يعني على القليل بالمعامله بالمثل كانت، لانه شفنا كمان دبي، شفنا مثل مصر عطوا توجيهات لكل السياح الاوكرانيين الموجودين على الاراضي في الامارات العربيه وحتى في مصر تتم استمرارهم وتسهيل الخدمات لهم كاني لسه حجزهم الفندق المستمر. فانا كنت يعني بفضل ان تكون معامله بالمثل مثل ما تمت للاوكرانيين في بلد العالم العربي، ان تكون هناك كمان معامله بالمثل للعرب او الشرق الاوسطيين او الافارقه الموجودين في اوكرانيا. لكن نحن بنعرف البلد في حاله حرب، وزير الخارجيه اعطى تصريحه انه هو فعلا اعطى هي التعليمات انه لا يكون هناك ردات عنصريه لحرس الحدود وفتح الحدود، وشفنا فعلا في كان كثير تغيير بالسياسه، وحاليا ما في طوابير واقفين على الحدود ليعبروا على بولندا، جميع الراغبين في العبور الى بولندا عبروا الى بولندا، وشفنا كمان تجمعات لمنظمات حقوقيه ومنظمات انسانيه لتساعد المهاجرين واللاجئين في بولندا. نعم أستاذ باسم، هل هناك الآن تفرقة عند دخول اللاجئين بغض النظر كانوا أوكرانيين أو غير أوكرانيين في مدد الإقامة، في الأماكن التي يكونون فيها، في نوعية الخدمات المقدمة لهم؟ أكيد بولندا للأمانة لم تفرق بين اللاجئين الموجودين والعابرين بين الأوكرانيين، لكن أكد في تصريح هو من حقك دولة تحمي حدودها، قالت كل شخص هو ليس أوكراني ممكن التواجد على الأراضي البولندية لمدة أسبوعين لحتى تتصرف حكومته أو البعثة الدبلوماسية الموجودة في بولندا لحتى يتم ترحيله أو إيجاد حل لهؤلاء الموجودين غير الأوكرانيين، لأنه هم بيعتبروا الأوكرانيين امتداد بسبب صلة القرابة، بسبب أنه هلأ أوكرانيا طالبة الانضمام للاتحاد الأوروبي، توجيهات بولندا كعضو في الاتحاد الأوروبي أنه يتم استقبال الأوكرانيين ومنحهم هي السمة مثل ما ذكرت سابقاً، أنه رح تعطيهم مدة إقامة 3 سنوات من دون ما يضطروا لتقديم اللجوء. وطبعا اقامه 3 سنوات يعني من حقه انه يستقر في اي بلد اوروبي هو حابب يضل فيه، اضافه انه من حقه العمل في تلك الدوله. كمان حابب اضيف شغله انه من عام 2017 جميع الاوكرانيين لهم سمه خاصه، يعني ليسوا بحاجه الى اخذ فيزا شنغن للسفر الى دوله اوروبيه. حتى لهم اولويات وعندهم تسهيلات في كل دوله اوروبيه يتقدموا للحصول على اقامه عمل كونهم اذا وجدوا عقد عمل في تلك الدوله او سواها. يعني اساسا هذه التسهيلات هي مخول الأوكرانيين سلفا من قبل ما أنه يصرح الاتحاد الأوروبي ويعطون إقامة 3 سنوات. نعم، يعني إذا تحدثنا وأخذنا بولندا مثالا، في حال لم يحدث شيء خلال الأسبوعين لغير الأوكراني الذي ترك أوكرانيا، هل بإمكانه التوجه إلى القضاء في تلك الدولة من أجل البقاء فيها؟ سيتم عزيزي انه معاملته كطالب لجوء على الاراضي البولنديه، فاما ان يحاول عبور باقي دول الاتحاد الاوروبي ويتم مثلا ترحيله في حال تم القاء القبض عليه، او بيتقدم بطلب اللجوء في دوله بولندا، وبالتالي بولندا هي صاحبه الاختصاص بالنظر بطلبه كطالب لجوء على الاراضي البولنديه، كون اول بلد اوروبي دخل له طالب اللجوء او هذا المهاجر. في حال ما صرفت الحكومات اللي هو تابع لها الافريقيه او العربيه بالبعثات الدبلوماسيه باستقبال هؤلاء او ترحيلهم الى بلادهم الاصليه. نعم، طب هل يمكن إعادة أي شخص إلى أوكرانيا تحت أي بند؟ أكيد لا، أكيد لن يتم إعادة أي شخص إلى أوكرانيا، بولندا غير مخول بإعادة أي شخص إلى أوكرانيا حتى الأوكرانيين أنفسهم، لكن قلت لك هو عنده الخيار كالتالي، إما ببقى لمدة أسبوعين وبتتصرف البعثة الدبلوماسية التابعة لها، أو باستطاعته تقديم طلب اللجوء في بولندا، ونحن بنعرف كمان بولندا كدولة هي دولة عنصرية بجاه طلبات اللجوء، فبالتالي ممكن يتم رفض طلبه ويتم الإجراءات الثانية إنه إرساله إلى السفارة تبعيته لتعرف إنه هو من مواطنين هي السفارة أو غير مواطنين هي السفارة. لكن للأسف هناك شريحة أخرى أنا حابب أتكلم عنها، هي شريحة كانت موجودة بطريقة غير شرعية في أوكرانيا من العرب أو من الأفارقة، هدول حاليا نحن مصيره هو مجهول، لأنه ما رح يسلموا حالهم للبعثات الدبلوماسية المسؤولة عنهم لحتى لا يتم ترحيلهم لتلك الدول أو يعودوا إليها، وبالتالي سيبقوا في بولندا بطريقة غير شرعية أو طريقة غير نظامية، ورح يرفضوا يقدموا اللجوء، أو معاملة بولندا لتنظيم طلب اللجوء أو الهجرة فيها غير انساني، فسيحاولوا العبور الى باقي دول الاتحاد الاوروبي، وهذا اللي عم تخشاه اوروبا.
والآن أيضا هناك خشية حيث يرى بعض المحللين والمراقبين بأنه ما يحدث الآن من هذه العنصرية سواء من الصحافة أو حتى من الحكومات أو بعض التعامل مع اللاجئين سوف يعزز ويزيد بشكل كبير من قوة اليمين المتطرف في غرب أوروبا خصوصا وفي أوروبا عموما. سيدي الآن بالعكس أنا شايف يعني شر، يعني مثل ما بنقول إنه صار في خير بالنسبة للاجئين الموجودين على الأراضي في أوروبا. الآن صار سياسة الكيل بمكيالين، يعني أنت من قبل كنت عم تقول أوروبا لا تستطيع استقبال اللاجئين، أوروبا ليست عندها قدرة لاستيعاب سوق العمل مثل ما صرح إريك زامور إنه هو ضد كل اللاجئين كانوا أوكرانيين أو كانوا غير أوكرانيين. الآن الأوروبيين يرحبون باللاجئين الأوكرانيين كونهم يتمتعون بنفس لون البشرة وكونهم ينتمون إلى نفس الدين وكونهم نفس المعتقدات، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تكون انتقائي في سياسة اللجوء، إما أن تقبل اللاجئ من أي دولة هو قادم إليها، ولكن لا يعني سياسة عدم قبول اللاجئين من قبل اليمين في كل أوروبا أصبحت الآن مرفوضة، لأنه يقبل اللجوء من غير دول ولا يقبل اللجوء من دولة بحد ذاتها. لكن من سيمنع؟ الصندوق الانتخابي في المستقبل. هلا حاليا الاتحاد الاوروبي اكيد هو امام مسؤولياته، لانه كانت الاتفاقيات الموقع بين اوكرانيا بانه هو مضطر لحمايته، هناك اتفاقيات دفاعيه لحمايه اوكرانيا، وشفنا شلون تنكر الالن كان الغرب وان كان بامريكا بالتحديد يعني، فبالتالي له مسؤوليه. كل مواطن اوكراني له الحق في ان يبقى في دوله الاتحاد الاوروبي كاي مواطن اوروبي اخر بحال تم قبول انضمام اوكرانيا او لم يتم قبول اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي. من باريس المستشار القانوني في قضايا الهجرة واللجوء الأستاذ باسم سالم، شكرا جزيلا لك.